مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الحمص والفول على الطريقة اللبنانية. عنا اول شي علبة حمص وفول، حبة ثوم نعمتها بهيدا الشكل، نص ملعقة صغيرة ملح، وحطيت رشة صغيرة ملح فوق الطومات لما دقيتهم. وعنا هون حوالي 3 معالق طعام حامض، عصير حامض. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، اول شي بدي سخن هولي على الغاز. بس غلى الحمص والفول، هلأ منطفي الغاز. بحط فوقنا الحامض، الثوم والملح، نعمهم مع بعض. يلي بحب اكتر الحامض ممكن يزيد حسب الرغبة. نعمهم منيح مع بعض. في ناس بحطوا بقلبها بالخلطة، بحطوا بندورة، بيقطعوا مكعبات صغيرة بندورة ورشة بقدونس. بس أنا حبيت أعملها بطريقة طبيعية، ما زيد أي إضافات. حطهم بالجاد. بسم الله. كمان قطعت خضرة على الجنب. بحط عرق نعنع صغير بالقبل على الوجه، بيعطي شكل حلو. زيت زيتون، الفول والحمص بدون زيت زيتون ما بيتاكلوا صراحة. هذا صحن الفول والحمص اللي عملته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي.